صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأربعاء 7 آب 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي مدير مركز الارتكاز الإعلامي الصحفي استاذ سالم زهران. أهلا وسهلا فيك استاذ سالم. في هذه الحلقة هناك الكثير من الملفات، سنحاول الوقوف عند تفاصيل القراءة في أبعاده وتطورات تحديدا في الملفين السوري واللبناني. في الملف السوري واضح أن المعركة اليوم أصبحت على أبواب الساحل كما أو على الأقل كما يروج إعلام المعارضة، يتحدثون عن تقدم كبير. اليوم في صحف تتحدث عن 20 كيلومتر مسافة بعيدة عن الإرداحة، عن عمق اللاذقية، يعني معركة الساحل اليوم أنا أصبحت معركة الساحل بعد سنتين من الصراع في العمق السوري. أيضا إلى جانب هذه المعركة في معركة الأكراد اللي هي مستمرة منذ فترة، هذه المعركة بين الجيش السوري الحر وبين جبهة النصرة تحديدا والأكراد، إلى أين ستؤدي هذه المعركة؟ نحن أمام كردستان جديد في سوريا وما إلى ذلك من تفاصيل، إضافة إلى الملف السياسي السوري وعلى أبواب جنيف 2 إذا فعلا كان في جنيف 2 بعد في هذه التفاصيل. وفي الداخل اللبناني الملف الأساسي اللي قد يكون يعني أنت أكثر شخص قادر تعطينا معلومات فيه، اللي هو ملف النعمة، حضرتك من النعمة وما حصل بالأمس من خرق أمني في حارة النعمة. هذا الخرق إضافة إلى خروقات أمنية في كل لبنان، كان في طرابلس، في درية، في أكثر من منطقة، وصولا إلى المعلومات التي تتحدث عن محاولة خرق إسرائيلي في الجنوب في محيط النقورة و انفجار ألغام بآلية إسرائيلية. على كل حال، كل هذه الملفات سنحاول بحثها بحسب ما بيسمح لنا الوقت في هذه الحلقة. برحب فيك استاذ سالم معنا اليوم في برنامج الحدث، واسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلتي كلارا جحا التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات، على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي استاذ سالم زهران، جديد الترحيب فيك استاذ سالم في هذه الحلقة. ستكون البداية من الملف السوري على اعتبار أنه قد غيب هذا الملف في الفترة السابقة على حساب أحداث لبنانية وتطورات لبنانية كثيرة، ولكن اليوم ما يحدث في معركة الساحل يفرض أن يكون هذا الحدث على الأقل في مرحلة متقدمة من البحث. روسيا اليوم عرضت تقرير على موقع الإلكتروني منذ قليل يتحدث عن أرقام في الساحل السوري، تتحدث عن أكثر من 200 قتيل في قرى بمحيط اللاذقية، تتحدث عن خطف 50 امرأة لمبادلتهم بثلاثة موقوفين لدى الأمن العسكري السوري في اللاذقية من جبهة النصرة، تتحدث عن معارك في أكثر من 8 قرى، خطف رجال، قتل أطفال، يعني وكأنه صارت أرض مشتعلة قرى اللاذقية، صار لها سنتين هادية. شو صار؟ أول شيء صباح الخير وينعاد عليك، نحن قربنا على العيد وإن شاء الله يكون رمضان كريم، هذا رمضان الأصعب على المؤمنين. بدك تسمح لي قبل ما جاوب بالتفاصيل العسكرية والميدانية، وبعرف الناس بترغب دائما تسمع أرقام ورح نحكي أرقام دقيقة يمكن أول مرة بتنقل، أني بلش بالاجتماع، لأنه بكل صراحة ما يحصل في الساحل السوري وتحديدا في ريف اللاذقية خطورته هي خطورة اجتماعية والهدف منه هدف اجتماعي. كيف؟ هذه المعارضة بتعرف كتير منيح انه ال 11 قريه اللي فاتت عليهم ونكلت، رح نحكي شو عملت، بتعرف كثير منيح انه رح تخسرهم بايام قليله، وهذا الشيء صار على ما يبدو بحسب روسيا اليوم انه الجيش السوري بلش يستعد ليرجع يواجههم بهذا. لا نحكي بالتفاصيل قبل وبكل صراحه، وعودنا الناس على الصراحه، وهي الصراحه اللي للاسف بلشت تزعج بعض اللي بيدعوا انه بقلب النظام السوري وعم بحكيها على الهواء. نحن جميعا كراي عام باللاوعي الجماعي تاعنا ماخذين فكره أنا في الساحل السوري العلويين تحديدا هن المكلين باللبنان البيضة وتأشيرتها، كل الناس هيك بتعتقد. علاقتي شخصيا قبل الحرب كانت علاقة بتخلص بالبحر هالقد وبالزيارة سريعة، لأن أقربائي بحما، أقرباء زوجتي، حياتي بدمشق مثل كل الناس، زيارات سريعة للساحل ولحلب. بهالحرب يا أستاذ مالك تعرفت على هيدا الساحل السوري قرية قرية وضيعة ضيعة، وأنا أكاد أكون اللبناني الوحيد اللي أبن مئات الشهداء من الجيش العربي السوري في هذا الساحل، من برمانة المشايخ ودوار الشيخ سعد بريف طرطوس وانت واصل لريف اللاذقية وللساحل. اكتشفت أمر مذهل، أن هؤلاء العلويين، وأنا لست علوي ولست شيعي ورسلنا عيدين للمرة المليون، وقت اللي بنحكي ما بنحكي بخلفية مذهبية، بنحكي باللي بنشوفه. وأنا هلأ بدعي الجديد تاخد كاميرا وتطلع الساحل،
سوف تكتشف أن هؤلاء العلويين هم أفقر السوريين على الإطلاق، وسوف تكتشف أن القرضاحة اللي هي بلدة الرئيس، وأنا كنت في تأبين الشهيد علي غزام اللي هو ضابط أساسي بالحرس الجمهوري، كان معي صديق لبناني مش معنا بالسياسي زلمة حيادي، ما كان مصدق أنه هي القرضاحة وأنه هيدي الغرفة هي بيت عقيد في الحرس الجمهوري عامل كل هالهاني وكل هالاسم. العلويين مظلومين على مر التاريخ، النظام ظلمهم، حقول لك وين، وقت النظام ما قبل يحكي بقضيتهم لمين قال عنه نظام طائفي، نظام ظلمهم وقت اهتم بدرعة وقت اهتم بحما وقت اهتم بحلب وقت اهتم بكل المحافظات بالبنية التحتية وأهمل أولاد الساحل السوري تحت عنوان لكي لا يقال عنا أن علويين. أنا عم بقول لك هالحكي بده يزعل جزء كبير من النظام، يزعل، بس هي الحقيقة. بس العلوية يا أستاذ مالك أنا عم بحكيك بالمعاين، إيه عم بحكيك بالإشارات، هذا الريف ما فيك تتخيل قديش هو ريف فقير. مش أكتر طموح عند ابن الريف، أكثر طموح عند ابن الريف هو أنه يتعلم ويحصل على شهادات دكتوراه. طرطوس يا أستاذ مالك هي أعلى نسبة متعلمين في هذا الشرق الأوسط، أول 8 بسوريا بيطلعوا من طرطوس، بس أول 8 مدراء بنوك ومدراء عمين بيطلعوا مش من الساحل السوري، بيطلعوا من غير محافظات. هاي الحكومة يا أستاذ مالك فيها 2 علوية وفيها 24 مسلم سنة بيناتهم رئيس الحكومة. لا، هاي الصورة النمطية أنه والله هول العلويين مكلين البيضة وتأشرتها وهذا الساحل مرتاح وبحالة رخاء وأنه الحرب صايرة برا مش صحيحة. بس هيدي الصورة النمطية، هاي الصورة نعم. النمطية ليست وليدة اليوم اللي عم تحكي عنها. أنا عم بقولك مسؤول يعني اليوم عن اليوم لما يعني إذا كان هناك من اتهامات لشارع معين بأنه حرك الأرض أو شيء لغايات أو مآرب سياسية في هذا التحرك الأخير، الصورة النمطية عم تحكي عنها صورة قديمة لطالما كان السوريون يتحدثون أنه السنة مغبونون في سوريا بسبب نظام علوي. أنا رح جاوبك. أهم رؤساء أموال، أصحاب رؤساء أموال بسوريا، إذا بتعد أول 100 بيطلع منه 90 من السنة، من أهلنا، أهل السنة والجماعة. إذا بتعد أهم مدراء عمين ورؤساء حكومات ووزارات أساسية بيطلعوا من السنة. بس ما هيدا في ظل سميلي 10 علوية، 10 علوية، سميلي 10 علوية تجار بسوريا. مش عبرة أنك تكون أنت مش عسكري، مش عبرة. بس ما كمان ما يشرح في هذا الموضوع. أنا ما عندي كثير معرفة نعم. على الأرض في هذا الموضوع، بس ما ينقل عن الواقع على الأرض أنه إيه طبيعي يكون الأعداد هيك، لأنه الفئة الغالبة عددياً يعني في سوريا هي السنة، العلوية هم أقلية، وبالتالي حكماً لما بدك تحكي بتجار كل 10 تجار بمقابلهم قد يكون هناك تاجر نعم. بس مش يعني أنه هن مغبونين، بس أنا هن أقل. هاي شغلة بنية يا أستاذ مالك، في بنية تحتية. أنا باخدك على درعة قبل الحرب، وباخدك على لدقية وطرطوس، باخدك على حما هلأ بقلب الحرب، وباخدك على لدقية وطرطوس. شوف حجم البنى التحتية والمراكز للدولة أنشأتها، وشوف الدولة شو عامل لأهل طرطوس والأهل اللدقية. العلويين مشوهة صورتهم، جزء من الحق عليهم. حتى بالنسبة للجيش دائما ما يقال أنه القيادات العليا والمناصب العليا ما بيوصل للعلم. مش صحيح. وزير الدفاع اليوم هو مسلم سني. اليوم ومبارح كان مسيحي، ومبارح داود راجحة كان مسيحي، وقبله كان مسلم سني، وقبله بطلاس كان مسلم سني. اليوم المراكز الأمنية الأساسية على رأس اللواء علي مملوك مسلم سني من الميدان. مسلم سني من الميدان علي مملوك، هيدا رأس النظام الأمني. مين بدك بعد؟ مش صحيح. العلويين مظلومين، جزء منه الحق عليهم وعوكادرهم ومثقفيهم لأنه ما نشروا حالهم صح، ودائما خلوا الناس تحكي عنهم وتصورهم بصورة هن مش فيها، وجزء منه الحق على هاي المعارضة اللي صورت علوي كما لو أنه غول ووحش يأكل حقوق الآخرين. أستاذ مالك بكل صراحة، العلويين اليوم جديا، وأنا عم بحكيهم كأخ وكصديق وكأبن، يجب أن يقدموا هويتهم. أنا بأحدى الحوارات مع أحد المسؤولين السياسيين الأساسيين بسوريا وهو ليس علوي ومقرر، قلت له أنك إذا سألت اليوم في مصر أو تونس أو الجزائر أو لبنان من هو العلوي، واحد بيقول لك بيعبد الإمام علي، واحد بيقول لك مدري شو، واحد بيقول لك رافضي، واحد بيقول لك شيعي، واحد بيقول لك جعفري، وين مش هيك؟ يعني بغض النظر عن الدين، هي العقيدة الدينية، لا هيدي أساس، هيدي أساس، هيدي أساس، بس دائما يؤخذ على هذا الفريق. إنه إذا بدك ترجع بالتاريخ لورا 82 اللي صار بحما، اللي صار بحما وأنا زوجتي حموية، إيه؟ حزب البعث العربي الاشتراكي الحموي السني تقاتل مع الإخوان المسلمين الحموي السني، وكان القتال إخواني بعثي. ب82 ما كان في جو مذهبي، ب82 كانوا البعثيين عم بيقاتلوا. أعمل أحصى لكل اللي قتلوا في حما
من الطرفين حكما ضمن اطار النظام، لانه هيدا النظام من ساعه البدنه نظام علوي. لا بس راس المدبر القيادات العليا ما عم لك دائما يتهم هذا النظام بالجيش وبهاء انه كل القيادات وكل الرؤوس المدبره ما في غير علوي. سمي لي معك بشار الاسد زوجته علوي، زوجته سنيه، العميد ماهر الاسد زوجته سنيه، رئيس الحكومه سني من درعا، وزير الاعلام سني، رئيس الجهاز الامني اللواء علي مملوك سني من ميدان، وزير الدفاع سني. يا خي انا على الهوى بتحدى اذا بينعمل احصى بسوريا العلويين اهل هذا الريف هم الافقر وهم الاكثر مظلوميه، ولو ان الثوره معيارها التقدم والرخاء الاجتماعي والاقتصادي هم لازم من 70 لليوم مغبونين. من 70 لليوم انا بقول لك، من 70 لليوم هيدي الاعداء، هيدي عم تعدي، هيدي جديده، هي وليده السنوات الاخيره. بس بال 70 و 80 شو كان الوضع؟ لا 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 هول هن العلويين ولا مره كانوا الا فلاحين ومزارعين، ولا يزالوا فلاحين ومزارعين. اخذوا فرصه جديده انه يتعلموا مثل ما اخذ فرصه كل السوري لانه بيتعلم ببلاش. هل قد استفادوا من هالفرصه وعملوا ثقافه بس ما عملوا فلوس؟ انا بدي اخذك بجوله، انا عامل لك على الهواء، اطلع انا وياك على جوله وتكتشف هيدا الريف اللي الناس عم تحكي عنه كما لو انه ابراج بابل. وجزء من مظلوميه هؤلاء العلويين انه اليوم الاعلام السوري معتم، الناس كيف عم تتابع اخبار الريف اللاذقيه؟ عم بتروح على الميادين، عم بحكيك بصراحه، احيانا عم تضطر تروح على وسائل المعارضه لتشوف شو عم بيصير بالريف اللاذقيه تحت عنوان النظام انه نحن ما بدنا نعمل حساسيه علويه سنيه. غلط، انت بتقدم المشهد مثل ما هو اليوم. في العمق اليوم ما يحصل في ريف اللاذقيه هي معركه طائفيه على الاطلاق. والدليل اللي صار يا استاذ مالك، وانا بلشت بالموضوع الاجتماعي اللي قال لك في طرطوس هناك 600 الف نازح سوري من اهل السنه والجماعه ومن اهلنا المسيحيين، في اللاذقيه حوالي 740 الف. انا شفتهم بام العين قاعدين بمساكن الضباط، قاعدين بالفنادق، قاعدين بمراكز الايواء اللي هي بتقدم كل انواع الخدمات الاجتماعيه. اللي عمل مجزرة بريف اللاذقيه، وهلا بنحكي عن التفاصيل العسكريه كيف صارت، كان الهدف منه ان يثير الفتنه المذهبيه العلويه السنيه. لحد اليوم لا يزال جزء اساسي ومكون اساسي من السوريين وهم العلويين بكل صراحه ما عم بيقبلوا ينجروا لموضوع الفتنه المذهبيه. راح عمل هيدا الهجوم على الريف، وهلا بنحكي بتفاصيله حتى تكون الخلاصه ان هؤلاء الوافدين القادمين النازحين يقوم احد الغاضبين من ابناء العلويين ويهجرهم ويقتلهم ويسفك بهم. هذا الموضوع ما صار، انا عم بحذر فيه عبر الجديد. هي الخطوره هالقد، في 11 قريه، كل قريه فيها 20 و30 و40 و50 بيت. بكل صراحه في ريف اللاذقيه الاتكال الاساسي ليس على الجيش العربي السوري، الاتكال الاساسي هو على فرق الاحتياط وعلى فرق اللجان الشعبيه قوات الدفاع الوطني. قوات الدفاع الوطني عم تقوم بجهد كبير. صح بتقلي واحد بيسرق واحد بينهب، مزبوط، هيدي بكل جيوش العالم بتصير، بكل الحروب الشعبيه بتصير، طبيعي انها تصير. بس القوه العظمى الاساسيه منهم اني من هول الناس. راح النظام عمل لجان شعبيه بالقرى، هاي اللجان الشعبيه غير جاهزه، غير مدربه، غير حاضره بذات القوه والفعاليه اللي حاضر فيها الجيش العربي السوري واللي حاضره فيها جبهه النصره ودوله الشام والعراق. 1000 مهاجم بلحظه واحده انقضوا على 11 ضيعه وزائد 40 منشق من داخل قوات الاحتياط في الجيش العربي السوري، وبيناتهم ضبطين دبوا 4 دبابات وبلشوا يقصفوا القرى وقتلوا جنود على مراصد هن رفقاتهم. باول لحظه فاتت هاي المعارضه اللي بتدعي انها معارضه ديمقراطيه خطفت 150 امراه وطفل. هذا الرقم اول مره بينقال على الهواء، لان للاسف هيدي روسيا اليوم قالوا 150 انا مسؤول عن كلامي. اليوم خطفوا مفقود 150 طفل وامراه، وعم بيفاوضوا صح جهاز الامن السوري للافراج عن الليبيين وعن العراقيين وتونسيين وجزائريين. يلعن ابو هالثوره اللي بتخطف سوري لتفاوض على واحد ليبي، شو هالثوره؟ واحد اثنين، الشيخ بدر غزال صديقي خطفوه من قلب بيت رفيقه ونكلوا فيه ووزعوا صوره. انا اقسم لك بدر غزال التقيت فيه مرتين مؤخرا، المرة الأولى كان عم يتوسط لشاب سني مسلم في من ريف اللاذقية عند الجهاز الأمني السوري، والمرة الثانية عم بيتوسط لشاب مسيحي، وبالمرتين كان عم بيقول الشيخ بدر بحضوري أنا مش جايني شيء منه. هلا الله أعلم حاله، كان عم بيقول نحن أهل ونحن سورية وحدة. العلويين حتى هذه اللحظة وعم بحكيها مثل ما هي لم ينجروا إلى الفتنة المذهبية. هجم على 11 ضيعة، اغتصب نساء، اغتصب أطفال، خطف نساء، خطف أطفال. كان المطلوب أن يثوروا هؤلاء العلويين وينقضوا على الوافدين وعلى النازحين. ها
هالشيء ما صار. انا بعرف هلا بطرطوس اصحابنا واصدقائنا، يا ريت فيني سمي لك اني ركضوا اول ما ركضوا عند الوافدين ووقفوا حرس، ما بنقبل حدا يتعاطى معهم ولم يتعاطى احد معهم. هذا المطلوب اليوم على صفحات الانترنت. هل قد المشهد سريالي؟ ايه ايه هل مش هيك المشهد، هيك واقعه. بفي يصمد؟ انا ما عم بقول لك في يصمد، يمكن بكره يطلع علوي مجنون ويروح يرش يقتل 3 4 10 20 وطول على سني علوي. مطلوب تأجيج الفتنه المذهبيه. سوريا هي وعم بتقاتل كدوله وكجيش تصمد. هيدا الجيش 70% منه من اهل السنه والجماعه مثل ما حضرتك عم بتقول. قديش عدد المنشئين باعتراف المعارضه؟ 30%. طيب ال 40% من السنه ليش ما انشقوا؟ ليه؟ لانه بعدهم عم بيشوفوا انه الصراع هو منه صراع سني علوي. وقت بتحول صراع سني علوي تاكد ان هذا السرطان الذي انتشر في سوريا لن يبقي على حجر ولا على بشر. انا قلق ليس من التفاصيل العسكريه، بالتفاصيل العسكريه لحد امبارح الساعه 12 بالليل كانوا استعادوا 6 قرى من اصل 11 والخمس قرى هن تحت مرمى النيران. هاي المعارضه فاتت تغتصب وتقتل حتى يتم الاغتصاب وقتل السوريين السنه الحلبيين النازحين. وغير الحلبيين النازحين. اليوم بتركيب المعارضه السوريه، وهلا بنحكي عن دوله الشام والعراق كل مكوناتها من الأجانب. يعني اليوم قبل ما فوت بتفاصيل هذه المعارضة وما يحكى عن خلاف بين فصائل هذه المعارضة، اليوم معركة الساحل هي مجرد وقود لإشعال حرب علوية سنية؟ طبعا حمص مش معركة إثبات وجود، لا لا مش معركة استرداد أرض، ولا مش معركة ولا قيمة ولا قيمة. حمص مكون من 3 مسيحيين وسنة وعلويين، صار فيها مجازر بحي عكرمه وبحي الزهور، مجازر واغتصابات. وانا قلت مره باحدى الحلقات على الجديد عن اكثر من 14,000 حاله اغتصاب وخطف لفتاه علويه داخل حمص، استطاع النظام ان يضبط نفسه. طيب وين في اشتباك سني علوي في مكان غير حمص؟ اشتباك السني العلوي هو فقط بكل صراحه في بعض احياء دمشق وفي ريف اللاذقيه. اثنين، ريف اللاذقيه مش مزبوط انه كان والله برات السماء وما كان في مشاكل. في نظريه اسمها نظريه الحائط الوهمي اللي نحن كتبنا عنه بمركز الارتكاز الإعلامي، كان في اتفاق ضمني مش مبرم بين النظام وبين المعارضة بقرى سلمة وجبل التركمان وهذا الريف الذي بدنا نعمل هلالين، إن المكون الأساسي تركمان اللي هني مرتبطين مباشرة بأردوغان غير الكراد مكون آخر. كان في اتفاق وهمي، أنتم موجودين بقراكم بريف سلمة والقرى الحدودية اللي هي مفتوحة على تركيا ونحن موجودين في المرابط، لا أنت بتقرب ولا نحن بتقرب. وكل ما النظام كان عم يسح له فرصة أو معلومة عند تجمهر أو تجهيز عم يطلع سلاح الطيران أو سلاح المدفعي يضرب. وكل فترة طيب يعني شو صار لحتى تغيرت؟ وكل فترة عم يعمل عملية كوماندوس يتسلل يخطف. آخر مرة راح خطف 3 ليبيين من أيام قليلة. اللي صار هذا الجدار اللي هو عبارة عن 16 نقطة منتشرين فيها، في نقطتين أساسيتين فيهم 14 شخص منشق من الاحتياط على رأسهم ضبطين قتلوا رفقاتهم، داروا 4 دبابات بلشوا يكسفوا ومهدوا لدخول 1000 الى هذه القرى. سقط هذا الجدار. انا عم بشرك هلا على الهواء وعم بشر هي المعارضه بما انها اسقطت هذا الجدار لتتوقع حرب سوف تصل الى تخوم تركيا وسوف يكون جبل التركمان تحت مرمى النيران ولن يكون هناك حائط وهمي بعد اليوم. فيك تشرح لي هذه الصوره مثلا شو بالنسبه لك ان تكون الثوار على بعد 20 كيلومتر من القرداحه واقف مسلح على لافته القرداحه وطائرات مقصوصه هلا هذه بسوريا إيه؟ هلا انت واقف بدمشق بس تطلع من اوتوستراد المزه اللي بيعرف دمشق بيلاقي يافطه الاردن العراق مش هيك دير الزور مش معناته هو صار بالاردن بسوريا وما كان في يافطات. هاي اليافطة مزبوط فيها تكون بالغاف فيها تكون بسلمة ومحطوط يافطة على الكرداحة. اثنين، الكرداحة ضيعة من ضيع سوريا. ايه رمزيتها أن أنجبت حافظ الأسد وبشار أسد صحيح. ثلاثة، مش جريدة المستقبل فيها تنظر بعشرين كيلومتر على الكرداحة بس يصير سعد الحريري 20 متر عن قريطم يبقى ينظر على السوريين، مش واحد متخبي وقاعد بجدة وبده ينظر على السوريين. انا بعرف الربحان لا مش غض النظر بالملف لا بدنا نحكي بالملف الربحان له حق ينظر على السوري بدي احكي بالملف الداخلي ما كمان بخطابه الاخير بعده مصر رئيس حريري انه النظام سيصبر هيدي خليه مصر وله سنتين مصر راح يضل مصر للنظام على الهوى في يكسح المعارضه بوقت قريب مثل ما البعض عم بينظر وهي رايي من اول يوم وللمعارضه فيها تكسح النظام لليوم ولبكره ولبعد 100 سنه هيدا الورم السرطاني انتشر بكل سوريا وهذا الورم السرطاني لم يعد له داء قريب وشافي وعاجل للأسف. كيف الحل إذن؟ الحل رح نعطيك هلأ كمان دراسة بعرفك من اللي بيقروا كتير هذه من جريسز جروب انتشار ورم الصراع في سوريا مجموعة الأزمات الدولية عم بتقول اليوم المجتمع الدولي أمام 4 حلول في سوريا. الحل الأول تدخل عسكري مباشر. الحل الأول
تدخل عسكري مباشر يقبع النظام. عم بتقول الخلاصة أو النتيجة رح تكون أن هذا النظام سوف يساند من قبل روسيا ومن قبل حزب الله ومن قبل إيران، وسوف تكون حرب ثالثة عالمية لا أحد يتحمل نتائجها. إذن الاحتمال الأول على الرف. الاحتمال الثاني هو أن نترك الأمور تسري كما هي، وإذا تركناها تسري كما هي هذا يعني أن الأسد سوف ينتصر ولو بعد حين، وهذا يعني أنه سيكون هناك ثمن أخلاقي وسياسي عالي، وهذا يعني أننا فرضنا إيران وروسيا في المعادلة وهذا لن نقبل به. طيب الحل الثالث حل دبلوماسي على طريقة التسوية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأرض بين السعودية وبين إيران. هذا الحل غير قابل للتنفيذ اليوم لسبب كتير أساسي. أي حل دبلوماسي يا أستاذ مالك بده يكون فيه خسارات وربح. طيب شو الخسارات وربح؟ أنه أنت عندك حل من اثنين، أو تعمل سوريا بلا طعم وبلا لون، بصير رئيس الأسد مثل ملك المغرب بيحضر احتفالات وخارج محور المقاومة وخارج محور أمريكي، وهي ما بتركب بعد كل هالثمن من الدم. أو الحل الثاني أنك تعمل رئيس حكومة سني متطرف متشدد إلى جانب الرئيس الأسد وبتعمل على الطريقة اللبنانية، وهذه أيضا ما بتركب بسوريا لأنه هي بتعني أنت عم تشظي المجتمع السوري والنظام السوري حتى هذه اللحظة غير جاهز لهذا الحل. إذا هذا الحل كمان عرف. أما الحل الرابع والأخير وهو الراجح في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة وربما في السنين القادمة، هو أن تستمر روسيا في دعم النظام وأن تستمر أمريكا والسعودية في دعم المعارضة وأن يستمر السوريين في القتال وسوف يدفعون الثمن، وهذا الشيء اللي راح يصير بكل صراحة. بيقول لك بآب واللي بيقول لك بأيلول نحن شرطنا وعملنا شرط، وفي زملاء هلأ بسمي لك إني طلعنا معنا على الهواء، على الهواء شرطنا لا بأزار بتخلص ومرق أزار ولا الأزار اللي بعده، وأنا عم بقول لك لن تنتهي في سوريا لأن الورم السرطاني انتشر في كل سوريا، أو بتعمل علاج جديد لكل المنطقة أو سوف تستمر هذه الحرب. حتى لو تم الاتفاق بين الروسي والأمريكي لتنظف من المقاتلين العرب والأجانب بدك على قليل سنة سنة ونص. سوريا اليوم في ورم سرطاني، أنا أخشى أن يتحول هذا الورم السرطاني بفعل معارك الساحل وبفعل هذه المجازر الوحشية لهذه المعارضة اللي بتدعي أنها ثورية، أنا أخشى أن تكون شرارة الانطلاق. وأنا أخشى أيضا من جبل محسن والتباني بعد العيد أن يكون شرارة انطلاق أيضا، لأنه عنوان اشتباك سني علوي آخر في هذه المنطقة مع الإشارة. بس اليوم شو ألا مصلحة اشتعال جبهة لبنان؟ يا أخي بدك تسأل بندر، بدك تسألني إلي، بدك تسأل بندر. بندر مقتنع أنه هذا النظام خي بس تحشره أنه هو علوي وتفرض كل الناس عنه فيك تعمل له قتل، لأنه العلويين بالأخبرين هني أقلية في هذا الشرق، ولا يمكن العلويين أن يواجهوا أهل السنة والجماعة، ولا يمكن، لهن تركيبتهم هيك ولهن عقليتهم هيك، وإذا انجروا لهذا الموضوع بيكونوا عم بيغلطوا. بحسب مقالة لزميل حسن علاق قبل 48 ساعة بصحيفة الأخبار عن الأمير بندر بن سلطان، تقول هذه المقالة أنه آخر موقف له ينقل عنه أحد الحاضرين لاجتماعاته الأخيرة حول الملف السوري أنه هناك حسم في هذه المعركة قريب جدا. من سنة ونص استقبل بندر وفد لبناني، استقبل وليد جملاط، وبلغوا أنه إحنا خلال أشهر على رأس السنة رح يكون هذا النظام الحسم أمره. اللعبة أكبر من بندر واللعبة أكبر من السعودية. روسيا لن ترضى لهذا النظام أن يسقط. اثنين، حضرتك قلت بالمقدمة أنه لحساب ملفات لبنانية تم تحييد ملف السوري. لا، بس النظام يكون عم بيخلص حمص، وبس النظام يكون عم بيخلص دمشق، وبس النظام يكون عم بيتقدم بدير الزور، ما حدا بيحكي عن الإعلام عن الأزمة بسوريا، بنصير قاعدين بلا شغلنا. وقت النظام بياكل له قتل بشي مطرح بيركضوا الناس تعوا 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 نحكي بسوريا. هاي اللي عم بيصير. النظام حقق انتصار بمساعدة حزب الله مخيف، وهذا عمل خلل بالتوازن. طبعا كان الرد اليوم، وانا بقول لك بعد العيد في رد بدمشق، بعد العيد في رد بدمشق. هيدا الملف بدي احكي فيه بعد فقرة الصحف. الرد يعني كل ما كل كلما تقدم النظام او كلما اعلن عن تقدم هذا النظام بيرجع بيصير فيما بعد معركه جديده او جبهه جديده. صح. بدنا شوي نشرح جغرافيا بالخريطه الجبهات المقبله، شو ممكن يكون بعد في جبهات، شو نظف النظام وشو ممكن يرجع يخسر هذا النظام قبل ما فوت بمعركه الاكراد والسياسه تقريبا حسب ما حضرتك. وانا حبيت كلمه نظف لانه هي دقيقه مزبوط. اللي عم يعمل النظام هو تنظيف لسوريا.
إلى كلارا جحا والصحف مجددا. تفضلي كلارا، لإلك أبرز ما ورد اليوم في الصحف الصادرة في بيروت وكذلك الصحف العربية الموزعة في العاصمة بيروت. شكرا لك مالك. مشاهدينا، نبدأ الصحف بالسفير وتحديدا بعيون السفير ومعلومة أو المعلومة أوردتها السفير، حيث تردد أن الرئيس سعد الحريري سأل الملك عبد الله خلال مأدبة إفطار في القصر الملكي وعلى مرأى من الضيوف الحاضرين عما إذا كان قد أعجب بخطابه ضد حزب الله، فكان رد العاهل السعودي بصوت خافت ومتعجب: أي خطاب؟ ننتقل من السفير إلى الأخبار التي أوردت فيما قل ودل: برز على الساحة الطرابلسية ضابط متقاعد من الأمن العام برتبة عميد يدعى فألف، وكشفت المعلومات أنه حصل على مبالغ مالية من مسؤول بارز في تيار المستقبل بغية استئجار مكاتب لتوسيع نشاط التيار الأزرق في المدينة لمنافسة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء المتقاعد أشرف ريفي. أيضا في الأخبار مقال للزميل رضوان مرتضى تحت عنوان: جولاني مقابل البغدادي، حرب أمراء القاعدة. ويقول في أول مقطع من هذا المقال: لم يقطع النزاع بعد، خلاف أمراء تنظيم القاعدة في سوريا الكبرى يزداد احتداما، والشقاق وصل حد الطلاق بين أمير دولة العراق الإسلامية أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي وأمير جبهة النصرة لأهل الشام أبو محمد الجولاني. جهود المصلحين لم تثمر بعد، فيما تركز محاولات احتواء الخلاف على حصره بالقادة من دون تسربه إلى الإعلام والعسكر، لا سيما أن جبهة القتال في سوريا بدأت تشهد انشقاقات، عدد كبير من المجاهدين وانضمامهم إلى صفوف فرع القاعدة الوليد المسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام تحت راية الشيخ البغدادي. طبعا مزيد من هذا المقال في الأخبار للزميل رضوان مرتضى. ننتقل إلى النهار، حيث كتب إلي الحاج: ليس أقطاعا سيدة سونيا بل بيوت سياسية. يقول في بعض مقتطفات ما كتبه إلي الحاج: لعله عامل التقدم في السن أو صراحة طبعت شخصيتها ما دفع السيدة سونيا فرنجي الراسي إلى إبداء رأيها في الوزير جبران باسيل وحميها الجنرال ميشيل عون بتعبير أحرج ابن شقيقها النائب سليمان فرنجي حامل اسم جده الرئيس الراحل وإرث عائلته السياسي، فاضطر الرجل إلى التوضيح أن عمته عندما تصرح إنما تتحدث باسمها الشخصي لا غير. عندما قالت للمذيعة في محطة الرئيس نبيه بري التلفزيونية متحدثة عن باسيل وعون: نحن إقطاع يا ابنتي، من هم هؤلاء؟ أعادت إلى الأذهان واقعة حدثت عام 77 في عز تحالف الجبهة اللبنانية، فحواها أن مؤسس حزب الكتائب الشيخ بيير الجميل زار زغرتا تلك السنة، فلاقاه أنصاره في المدينة من كل أنحاء القضاء وأشعلوا السماء برصاص الابتهاج والأسهم، فامتعض الرئيس فرنجي ولم يستقبله فورا عندما وصل إلى قصره، بل تركه ينتظر وصحبه نحو نصف ساعة. وعندما ظهر فرنجي أسمع ضيفه الجميل كلاما قاسيا، فتلفت الشيخ حوله مفكرا بالمغادرة، لكنه بقي لئلا تنفجر فورا بين رجاله ورجال الرئيس. يقول الحاج: في ذلك اللقاء الغاضب قال الرئيس فرنجي للشيخ الجميل بحسب الرواية: إن لبنان مكون من عائلات ولا ضرورة للأحزاب. إلا أن الرئيس فرنجي لم يصل لحظة إلى حد اعتبار زعامته إقطاعية كزعامة الجملاط على ما ذهبت إليه كريمته السيدة سونيا بعفويتها اللافتة. ننتقل من النهار إلى الديار، وكتب فيها في افتتاحية الديار شارل أيوب: يفكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الانتقال إلى الأرز وتمطية فترة قد تمتد إلى شهر في منطقة الأرز، ويريد أن يكون هناك محيط أمني يتولاه عناصر من قوى الأمن الداخلي موثوقين من أمن جعجع كي يستطيع أن يكون خارج إطار محاولات الاغتيال، لأنه مستهدف بدرجة أولى، وكل المعلومات تدل على أن المطلوب اغتيالهما هما رئيس مجلس النواب نبيه بري وجعجع، لكن الجيش رفض إعطاء المنطقة الأمنية وبقي محافظا على طريق مدرسة التزلج وانتشاره في المنطقة، واعتبار أن يكون هو مسؤولا عن الحواجز مع قبول أمن داخلي، لكن لا يقبل أن يشترك حرس من قبل جعجع بالأمن في المكان الذي سيسكنه. أيضا أفادت صحيفة الديار أن أجهزة الأمن في سجن رومي أحبطت محاولة فرار أكثر من 15 سجين استطاعوا تأمين نفق
سري وشكلوا مجموعة سرية عملت على حفر النفق دون إظهاره وتغطيته كامل الوقت، لكن مخبرا داخل السجن أخبر إدارة سجن رومي مما جعلها تكتشف النفق وتوقف الخلية من 15 سجين كانوا يحضرون للفرار. ننتقل إلى البلد التي أجرت مقابلة مع سفير هولندا في لبنان، وتقول البلد تحت عنوان المهم إيقاف نزيف الحرب بقلم سامر حيدر: الدبلوماسية الهولندية تشبه إلى حد بعيد مهاراتها في كرة القدم، مدرسة استراتيجية وواضحة بعيدة المدى وقراءتها صريحة وراقية بعيدا عن المزايدات اللامسؤولة، إضافة إلى أنك ستشعر الفراغ في حال عدم مشاركتك تفاصيل معرفتها لما يحضر ويحاك في دهاليز الأروقة حيث يطبخ القرار. وفي المقابلة للسفير الهولندي في لبنان يقول: يجب أن نكون حذرين عدم وضع كل شيء في سلة واحدة والعمل على الملفات خطوة بخطوة. حزب الله يجب أن يتواجد في بلدة كفاعل سياسي له دور أساسي في الحياة اللبنانية. من البلد إلى الجمهورية التي نقلت معلومات أمريكية تشير إلى وجود عبوات ناسفة في لبنان معدة للتفجير في عدد من المناطق، ونقلت عن مصادر أمريكية تأكيدها أنها اطلعت على تهديدات أمنية من أوساط يمنية وسعودية وأردنية عدة وحتى لبنانية، وكشفت في الوقت نفسه عن معلومات أمنية واستخبارية تشير إلى وجود عبوات في عدد من المناطق اللبنانية معدة للتفجير، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية في بيروت عنها أخيرا. واستغربت المصادر الاندفاع المفاجئ في حضور خطر تنظيم القاعدة والقوى المرتبطة بها أو المتناسلة منها سواء إقليميا أو سوريا. عربيا اخترنا الشرق الأوسط التي كتب فيها نذير رضا أنه مع إعلان مصادر الأمن العام للشرق الأوسط أن عدد الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا إلى لبنان بلغ عددهم 60,000 فلسطيني نازح، يترشح هذا العدد إلى مشكلات إضافية عليهم كما على اللبنانيين. يواجه الفلسطينيون مشكلة التحاق أولادهم بالمدارس وعجزهم عن الوصول إلى فرصة عمل بسبب القانون اللبناني الذي يمنع عليهم الإقامة أكثر من شهر باستثناء مغادرة الأراضي اللبنانية والدخول مرة أخرى. في الصحف الأجنبية اخترنا دي تايمز التي أوردت أيضا معلومة في تقرير تقول: من المتوقع أن تعرض المملكة العربية السعودية اللجوء إليها في للرئيس المصري المقال محمد مرسي في محاولة لحل الأزمة التي تعصف في البلاد، وذلك بحسب مصادر مصرية. والسعودية تواقة لحل الأزمة التي تعصف بمصر والسماح للرئيس المصري المعزول بالمغادرة وإسقاط التهم الجنائية عنه. أخيرا مع The Telegraph وخبر بعيد جدا عن السياسة، حيث تقول The Telegraph: إليزابيث ديفيد غيرت الكثير في فن الطهي عن البريطانيين، وفي أول كتاب لها بعنوان أطباق الشرق الأوسط حثت قراءها على تحضير طبق الحمص. ورأت الصحيفة أن المجتمع البريطاني تغير كثيرا منذ ذلك الوقت، إذ أن البريطانيين يحرصون اليوم على شراء الحمص واستهلاكه أكثر من أي بلد آخر في أوروبا. بهذا الخبر البعيد جدا عن السياسة نختم فقرتنا على الصحف وجولتنا على الصحف. عودة إليك مالك ولضيفك. شكرا لك كلارا شحة على هذه الجولة على أبرز ما ورد اليوم في مقالات الصحف اللبنانية وكذلك الصحف العربية والدولية الصادرة والموزعة في العاصمة بيروت. برجع لك استاذ سالم، كنا عم نحكي عن معركة الساحل، تقريبا عرضنا كل تفاصيل ما يحصل اليوم في الساحل بخلاصة جغرافية وإذا بدك حربية للواقع على الأرض. تقول حضرتك أن معركة الساحل هي مجرد استدراج لحرب علوية سنية، إذن معركة الساحل إذا ما وصلت لهذه النتيجة لن تكون ذات مفعول، وإن شاء الله ما رح توصل. مفعول العسكري هو معطل غير ذي جدوى. بعتقد الثغرات اللي حصلت تسددت، أهم الضباط وأشرف الضباط مشرفين على الأمن العسكري بسوريا باللاذقية تحديدا، بعتقد قادرين يسكروا هيك ثغرات. حصل ثغرات، نعم حصل نوع من الانشقاق، وهذا الأمر كان طبيعي. أنت عم تتكل على احتياط، أنت عم تتكل على لجان شعبية جزء كبير منها غير مدرب. اللي عرفته أنه بالساعات الأخيرة تم استلحاق الأمر وسد الثغرات، وأعتقد أن هذه المجموعات المسلحة الموجودة بريف اللاذقية سوف تتلقى ضربات قاسية تعيد الخط الوهمي من جديد، ومن بعده سوف يهدم هذا الحائط الوهمي
لتدخل إلى داخل الحدود التركية لن يسمح. هي ثاني مرة بترجع بتذكرها الفكرة. نعم طبعا هيدي. طبعا المشكلة هي الأساسية مع تركيا أستاذ مالك، في 860 كيلومتر حدود بين سوريا تركيا، بين تركيا واضحة، في حكي عن الإكراب بدنا نحكي في مقابل تحريك النظام. يعني هلا نحن عم نحكي بعزاز وإن شاء الله مخطوفين عزاز الله ينجيهم، الإكراد اليوم بين قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على معبر باب الهوى بعزاز. إذا سيطر الأكراد على عزاز ورفع علم كردستان وعلم الدولة السورية عند هذا الحاجز، دغري عند هذا الحاجز حتما التركي سوف يرد عبر التركمان في ريف اللاذقية، وسوف يحاول أن يسيطر على داخل المعبر وعلى المعابر السورية وأن يرفع علم تركيا داخل الأراضي السورية. الحرب الأساسية اليوم هي حرب تركية سورية بامتياز، في صورة نشر الرئيس الأسد على موقعه من يومين بتشوفها حضرتك، وفد صحفي تركي عم بهدي صورة أتاتورك مؤسس تركيا، عم تتعلق هذه الصورة في داخل القصر الجمهوري في سوريا، والعنوان الأسد يسير حفيظة الأردوغانيين. ها هي الصورة، ها هو الصراع. عم بيقول الرئيس الأسد نحن علاقتنا مع تركيا ما بنقطعها، نحن علاقتنا مع تركيا هي علاقة جار للجار، مشكلتنا مع أردوغان، مشكلتنا مع الإخوان المسلمين المتشددين للحزب العدالة والتنمية أحد مفرداتهم وأحد حركاتهم. اليوم في صراع تركي سوري حقيقي وجد وكبير. التركي اللي عم بيلعب باللعبة المذهبية بده ينتبه انه كمان بسوريا اليوم في ملايين العلويين، وهذا الامر سوف يضره في تركيا. في تركيا طبعا في تركيا هناك ملايين العلويين. احنا بنقول سوريا لانه احنا بنعتبر لواء اسكندرون وكليكيا هي اراضي سورية، وهو لواء مغتصب سليم من قبل الاتراك، عاجلا ام اجلا سوف يعود. بس هذا التهديد من اول يوم بلشت المعركه. لا بس هو فعلا. غمز هو طيب غمز يعني. هو غمز من قناه تركيا من اول يوم بلشت المعركه وقبل ما يفقد حتى النظام هذه السيطره الكبيره على عدد كثير من الاراضي. هلا بحسب ما يقول النظام رجع استعاد جزء كبير من هذه الاراضي، بس على الاقل في الحدود الشماليه، معظم الحدود الشماليه المتنقله ما بين دير الزور وحلب وادلب وصولا إلى أطراف ريف اللاذقية، كل هذه المناطق اللي هي اليوم بيد المعارضة منذ زمن، ودائما يقال تركي جاييوم جاييوم جاييوم، صار له سنتين هل عد جاييوم كم جول حط النظام بمرمى التركي. أول هدف إسقاط طائرة تركية ومقتل طيارين على ساحل اللاذقية، هذا أول هدف. شو كان رد التركي؟ حكي سقط طيار النظام بمضادات سورية دفاعية وغرق طيارين وراحوا، هاي واحد. أوكي. اثنين، النظام حرك الورقة الكردية وهلا بنحكي عنها، وهي ورقة كانت كارت أحمر ممنوع اللعب فيه، واليوم الميليشيا الكردية وأهل الأكراد عم بيقاتلوا على الحدود التركية وعم بياخدوا معبر باب الهوى بالأيام القادمة بعزاز مثل ما أنا شايفك وشايفني، وهذا أيضا هدف تاني. ثلاثة، بال24 ساعة الماضية ساقط أربع أتراك بنيران من الأراضي السورية، أربعة عدد كبير من القذائف سقطت داخل الأراضي التركية وما تحرك ساكن. خمسة، هو عم بيقول التركي إنه النظام بعت سيارات وفخخها بالريحانية داخل الأراضي التركية. أنا ما بعرف إذا النظام أو مش النظام، النظام بيقول لا أنا ما خصني، بس بالنهاية إذا التركي عم بيقول النظام ليش ما حاسبه؟ في نظام بسقط لك طيارة، بيقتل لك طيارين، بيقتل لك حرس حدود، بينشر الإكراد على حدودك، بفجر لك عبوات وسيارات بقلب أرضك، شو عملت؟ ما كنت بتهدد بدك تفوت وتفك رقبة الناس وتعمل وتشيل وتحط أردوغان؟ لا مش مزبوط. ايه هو عم بس هيدا عنسق هيدا مواجهة كمان النظام السوري للهجمات الإسرائيلية. لا ليه فينا نعمل هلا احصى هيك سريع عم بفوت ويقصف ويضرب، بيكون النظام السوري هالقد ضعيف مثل ما عم بوصف التركي. انا لا ادافع لا هي مش مبدا دفاعي، هي مقارنه. أنا اذا التركي طيب. هالقد مش قادر يواجه السوري وهالقد عم بيسجل النظام السوري اهداف بمرمى. راح جاوبك بالموضوع الاسرائيلي. امبارح مصاب جنرال اسرائيلي مع سائقه داخل اراضي الجولان من قبل نيران الجيش العربي السوري. واحد، من أيام قليلة كانت عربية هامر عم تتدمر داخل أراضي جولان المحتلة. اثنين، ثلاثة، مرابط الموجودة بجبل الشيخ ضمن الأراضي المحتلة كانت عم تتلقى صواريخ وكنا عم نشوف على شاشات التلفزيون وما كان في رد إسرائيلي. أربعة، معركة القصير هي كانت معركة إسرائيلية سورية بامتياز. وقت المقاومة انتصرت بالقصير إلى جانب الجيش العربي السوري تأكد أنه الإسرائيلي اللي كان عم بيخوض هالحرب، وتأكد أنه الجهاز الإسرائيلي هو عم بيخوض هالحرب. الصبح عم بقرأ أن الوحدة 8200، تخيل قديش الإسرائيلي مهتم، عامل الوحدة 8200 اللي بتهتم بالحرب الإلكترونية بالفيسبوك عم بتساوي دورات للمعارضة، كيف بيفوتوا على سالم زهران وبيسبوا عليه،
كيف بفوتوا على رفيق نصر الله وبسبوا عليه، كيف بفوتوا على كل الناس اللي هني مع سوريا وبسبوا عليهم لحتى يعملوا شرذمه. الاسرائيلي مهتم حتى بالفيسبوك، مهتم هي حتى حرب الكترونيه طبيعي ما طيب. بيقول حرب المقبله يعني حرب الكترونيه يعني، بس كمان بالمقابل يعني الاسرائيلي ضرب عمق النظام السوري الجواب وكان الجواب ومش جواب النظام التركي لا كان الجواب انه وصل صواريخ لحزب الله لم يكن يحلم بها حزب الله من سوريا، هذا كان الرد. طلع نتنياهو شو قال يا استاذ مالك؟ طلع قال نتنياهو كلام واضح انه نحن ضربنا لانه هذا نظام عم زق صواريخ وممنوع الصواريخ توصل على الصواريخ. وانا عم بقول لك مخازن سوريا فتحت لحزب الله وحصل على سلاح لم يكن يحلم به، وان شاء الله ما نعوزه بحرب، بس اذا عزنا رح تشوف. والدليل انه اليوم الاسرائيلي هلا بيطلع عبوي بالناقوره بيتصاوب اربع اسرائيليين بيكتفي بتويتر سطر ونص بالوقت اللي قناة السابعة الإسرائيلية بعد النظام ما أعلن، أو بالأحرى الكيان الإسرائيلي ما أعلن هذا الموضوع. قناة السابعة هي أكثر قناة قريبة للجيش، هي نظامية، هي نوعا ما شبه ناطقة باسم إسرائيل الجيش. في إسرائيل بس ببلادنا في هيدي الخرافة. إيه لا لا يعني عم قولوا أنه طيب قناة السابعة هي اللي قبل كان إذا واحد بوجعه راسه بالمستعمرات ونزعج له من شضايع على حده ويجيبوا فرقة موسيقية تفوت تحتل الجنوب. شو اللي منعهم يحتل الجنوب؟ منعهم يحتل الجنوب أولا إرادة الجنوبيين المنتمين إلى المقاومة، واثنين هذا سلاح الردع الموجود الجديد. هون سؤالي بعيدا عن الداخل اللبناني اللي راح أوصل بتفاصيله لاحتمال حديث إسرائيلي عن حرب، اليوم السلاح وصل لحزب الله؟ إيه أنا بجزم لك، وفي نوعين من السلاح وصلوا لحزب الله، في سلاح وصل لحزب الله من النظام من مستودعات النظام وكان يمنع لهذا السلاح أن يصل، وفي سلاح آخر وصل عبر المعارضة السورية. حزب الله أنشأ وحدة داخل حزب الله، أنا حكيت هالحكي للواشنطن بوست. حزب الله أنشأ وحدة داخل حزب الله مهمتها الحصول على السلاح من المعارضة، وعملوا لائحة صواريخ نوعية رفعوا الطلب للمعارضة. المعارضة جزء منها عم يبيع وجزء منها عم يتشلح مثل ما صار بالقصير. هي المعارضة منا مثالية، هي المعارضة ثلاث أرباع تجار وسرقين وحرامية، وهي المعارضة أنا عم بقول لك عم حزب الله عم يشتري سلاح من المعارضة السورية. أسلحة نوعية إلى علاقة بسلاح المدرعات، إلى علاقة بالصواريخ، إلى علاقة بعدد كبير من أنواع الأسلحة. هاي الأسلحة أمريكا، وأنا عم بقول على الهواء إن شاء الله يبقوا الأمريكان عم يدعموا المعارضة السورية بسلاح، لأنه هذا سلاح يا بيخدوه بالقوة يا بيشتروا الشباب. ما عم يستخدم؟ بيستخدم، خي حارب فيها كل أنواع الاستخدامات. طيب بس هاي المصاري اللي عم يشتروا فيها، هاي المصاري اللي عم يشتروا فيها شو عم بيصير؟ يعني عم يدفع له للمعارضة حسب الله مصاري. منطبع سهل، مصاري عم يدفعوا لنا عم يرجع بيهربوا على تركيا. بتعرف شو عم بيصير بسوريا؟ وأنا بخبرك وأنا بصراحة بتواضع بعرف سوريا، مش ما بعرف سوريا، بعرف سوريا من تحت، أنا من فوق ما بتعني لي. وعم بقول لك في وزراء هلا تفهين سوريين بيكونوا عم بيحضروا وقاعد كام ورقة وقلم إنه حكي عن العلوية ويلا وتلفن. أنا عم بقول لك ويكون اللي بده يكون، وأنا بعرف اللي عم بحكي رح يزعل ويزعل، أنا ما بيهمني، أنا بيهمني الشعب، بيهمني الناس، بيهمني الجيش العربي السوري، بيهمني الرئيس الأسد، الباقي ما بيعنيني مين من كان يكون. إيه اللي عم بيصير بسوريا إنه هي المعارضة بس يصير معه المعارضة شوية مصاري بتضبك لكيش وبيطلع على تركيا او بيطلع على مصر او بيجي على لبنان، وهلا بنزلك على اوتيلات بلبنان وعلى قهاوي بتشوف هول المعارضين طبق البرجوازية الجديدة، مثل ما في ناس بالنظام كمان. بس اللي عم بيبيع في ناس بالنظام كمان عم بتبيع سلاح وعم تفتش. بس هيدا السلاح، بس هيدا السلاح اذا عم ينباع من عناصر عاديه. لا ما في عناصر عاديه بسوريا، في ألف قيادات، في رؤوس بالمعارضه السوريه هي من تبيع هذا السلاح. هذا النظام في على راسه الرئيس الاسد. لا انا مش عم بحكي عن النظام، انا عم بحكي عن قيادات المعارضه. المعارضه ما في على راسه واحد، في على راسه. ما هذا اللي عم حاول اقول لك اياه، انه اليوم شخص عادي رح يبيع السلاح عادي. هلا عقاب صقر وقت كان عم يبعث حفاظات كان بيضمن انه هي الحفاظات مش رح ترجع تجي مثلا تنباع بلبنان. انا قالوا لي حزب الله عامل معمل حفاظات كبير مستودع كله بجاي من سوريا، ما هيدي الحفاظات والحليب اللي كانوا يبعثوها بيجوا على الضاحيه عادي يعني. ولا فيك شد حالك، رامي الامين شد حاله وفات عمل تقرير جوا عن امن الضاحيه، بس مش على الحفاظات والحليب ان شاء الله شد حاله. لا يفرجوه، قالوا لي في كثير حفاظات وحليب كعادي. والله عم بحكيك جد، اسهل شيء تشتري معارض سوري يعني. شو راح لهونيك لانه والله مؤمن وثوري؟ لا، وراح ارجع عيد لك الفكره كمان، داخل النظام في بعض المدسين وفي بعض الجواسيس وفي بعض التجار وفي بعض البلا اقلاء اللي مش عم يشبعوا واللي بعدهم فاتحين جوارير وموجودين. انا مره بالاخباريه السوريه قلت مش مهم اللي انشقوا فل، المهم هو الجواسيس اللي حوالينا بكل مؤسسات الدوله السوريه. وبالتالي طالما هن موجودين والمعارضه موجودين هذيك باقي القصه وماشي طيب. وهذا الورم السرطاني رح يضلوا ماشي طيب. لحقنا وحكينا عن مخطوفي اعزاز وكنت عم تتمنى لهم انه يظهر الخير. انا قلقان عليهم، اول مره بكون قلقان بشكل جدي، لانه التركي عم يتعور من الورقه الكرديه، الورقه الكرديه وراح تسمح لي اني فوت فيها. انا متعاطف في هذا الشرق
في شيء؟ لا، كنت بدي احكي بس دانيال عبيد. دانيال شعيب عفوا، المتحدث باسم المخطوفين، اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، الله يردهم بالسلامه. لا بس تاكد منهم انه شو صار، انه كان في حديث عن احتمال افراج عن شخصين قبل عيد الفطر، ونحن على ابواب ساعات من عيد الفطر، هل من معلومات جديده، هل من تحرك جديد للاهالي، ومن بعده بنفوت على الورقه الكرديه. دانيال صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير استاذ سالم. دانيال، كان في حديث انه قد يكون هناك اطلاق لمخطوفين لبنانيين من مخطوفي اعزاز قبيل عيد الفطر، نحن على ابواب او على مسافه ساعات من عيد الفطر، في اي معلومات لديكم؟ هل فرطت الصفقه؟ صار شيء؟ في معلومات جديده؟ اصلا بالنسبه لنا ما في صفقه، في مناوره من قبل تركيا او من قبل عاصفه شمال تركيا. هيدا الموضوع كان مجرد مناورة، بالنسبة لنا ما في صفقة، هودا ناس من أول يوم هن عم يكذبوا، يعني حتى طلباتهم ضربية ما معروف أصلا هن شو بدهم، من أول يوم يعني صاروا مخترعين 100 حجة وحكينا بهالموضوع كثير، هودا الجماعة ما بدهم يطلقوا صراحة المخطوفين، هودا الجماعة بدهم يتاجروا بالموضوع لصالحهم، لمصالح إقليمية ما بعرف شو هي، عم يعملوا فيها مناكفات لجهة سياسية لبنانية ولصالح كمان اشخاص لبنانيين هن لحتى يبتزوا هالاطراف السياسيه اللبنانيه، فوتونا بهيدا التجاذب بهيدا الموضوع. انا في شغله هون بدي اكشفها، يمكن نحن ما حكينا فيها قبل بمره، لما اجتمعنا مع السفير التركي للاسف يعني نحن قللنا عقلنا واجتمعنا معه اول فتره، قلنا بركي انه هيدا المساعي بيمشي حالها، بقلنا انه نحن كل ما نحاول انه نعمل مبادره بتطلع قطر والسعوديه بتفشل هالمبادره، هيدا الكلام من السفير التركي. محضر الجلسة موجود، ما بعرف إلا هلا بيزوروا له محضر الجلسة، كنا موجودين بوقتها بعدين 11 عائلة، يعني بعد ما كانوا 9 من هلا، طلع قال إنه كل ما نحن بنعمل مبادرة السعودية وقطر هي بتفشل هيدي المبادرة. أنا كمان في شغلة هون بدي ألفت لها، إنه ليش كل ما يطلع بيان من لواء عاصفة تركيا، كل ما يطلع بيان لواء عاصفة تركيا بتطلع لنا بيانات باللغة العربية بتذكر فيها بعض الجهات، يعني هيدي الجهات لشو عم تلفت نظرنا لهالجهات؟ ليش؟ انه هل يعني لحتى نروح ناخذ رضا هالجهات او في مطالب من هالجهات؟ فهيدي لازم تدافع عن حالها هالجهات اللي عم يورد اسمه بقلب بيان لواء عاصفه تركيا، تذكر بيان، ليش عم ينذكر اسمه؟ شو المطلوب من هيدا الموضوع؟ توضح لهيدي القصه تعال، لانه هن صاروا مطالبين، هلا اليوم نحن منتظرين ليخلص شهر رمضان، ليخلص يقطع العيد وما حيكون في حدا فوق الغربال، لانه بالنسبه لنا نحن ناس مظلومين، نحن ناس لحد هلا عبرنا عن 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 ثقافتنا وعن سلميتنا. دانيال ما بدهم. نعم، عبرتوا عن ثقافتكم وسلميتكم، هيدا اللي كنت بدي اسالك اياه، عم بتقول ما حدا فوق راسه غربال ناطرين شهر رمضان، من سنه ونص لليوم تقريبا، من ايار 2012 حتى اليوم نحن بآب 2013، من وقتها بلشت قضيتكم، وانتوا عم تتحركوا بس تحرككم كان عم يقتصر على قصة قطع طريق او اعتصام على باب السفارة التركية، على باب المركز الثقافي التركي. صح. اليوم في تصعيد، عم تقول ما حدا فوق راسه غربال ونحن سلميتنا، ماذا يعني هذا الكلام؟ حجاوب اول شيء، سلميتنا انه نحن للاسف كل الاطراف اللبنانيه من دون استثناء اللي هي بتختص ب 8 اذار ولا ب 14 اذار دائما يحطوا ايديهم على لحاهم ويا جماعه طولوا بالكم ونحن عم نعمل مساعي ونحن عم نشتغل بهذا الموضوع، فلذلك نحن كنا دائما من كل الاطراف. انا يعني ما بعرف انا انه هن هود الناس انه المناكفه لمين يعني، ف من اول من بدايه الموضوع انه طولوا بالكم ونحن عم نشتغل، هذيك الجماعه معتقدين انه هذا نحن خطفناهم، هيدا شيء صدفه مين لنحكيها مثل ما هي، عم نبتز فيها حزب الله، يا اخي حزب الله مش معنا بهالشباب، من اول يوم سلم الملف للواء عباس ابراهيم او للدوله وقال هول المواطنين اللبنانيين انا ما لي علاقه فيهم. نعم. فبالنسبه لنا نحن قلنا انه نحن سلميين، نحن بالنسبه لنا كعوائل مخطوفين هيدي السلميه اللي اثبتناها خلال سنه وثلاث اشهر موجوده عندنا، نحن ناس ما بنطلع عن الاطار السلمي لانه ثقافتنا، نحن مش قطاعين طرق، بس نحن خليهم يعملوا حسابهم هن، يمكن يطلع بكره ناس، يمكن انا ما بعرف، ناس بدها تصطاد بالمي عكر، يمكن لا يطلع في ناس هي مؤمنه بقضيه زوار اهل البيت وزوار الامام الرضا، ويصير عندها فقر لهيدا الموضوع، تاخده من باب عاطفه نحو زوار المقرات، انا ما بعرف شو التفاصيل، ما بعرف شو بصير، فالموضوع بالنسبه لنا تركيا تتحمل مسؤوليه، نحن ما بقى لا ننزل نقطع طريق ولا ننزل نعمل اعتصام، هي قاعدين،
بس شو بيصير من وراء ظهرنا؟ ما حدا يحملنا مسؤولية. والإرهاب التركي بقيادة الإرهاب، بس أنتوا شو رح تعملوا؟ جمال باشا أردوغان، ما قلت لك نحن ما نعمل شيء، بس نحن ما نعرف مين بده يصطب المي العكر، ما نعرف مين ممكن يكون صار عنده غير غيرة. الشارع عنا عم يغلي صراحة، يعني في شوارع عم تغلي وما بعرف، يعني أنا ما بضمنها للصراحة. قبل كنا نضمنها، في كتير ناس عنا متعاطفين، خلينا نحكيها بنفس طائفة مع الشيء، في ناس بيعتبروا حالهم أنه هن ناس عشاء أهل البيت أو زوار أهل البيت، كانوا يجوا لعنا بدنا نتحرك بدنا ندافع عن زوار أهل البيت، بدنا نطولوا بالكم، في قضية في دولة عم تشتغل بالموضوع. هلا ما بقى نضمن حدا، ما بقى نحن نتدخل بحدا، كل واحد بده يشتغل على ذوقه ويسقطل، كل واحد معتبر حاله عنده غيرة تجاه زوار مقامات أهل البيت هو يسقطل، التركي هو يتحمل المسؤولية. وساعتها نحن ما قلنا عليها، ما يعني ما نحن مش معنيين بأي تحرك بشيء، وما حندافع. يعني قبل بمرة لما صار في حالات خطف بالضحية وغيرها طلعنا استنكرنا وقلنا نحن مش ثقافتنا ونحن من ناشد، وفوضتوا لأضهى، لا ما حنناشد حدا، فوضتوا يومها لمحاولة إخراج المخطوفين الأتراك في الضحية. على كل حال شكرا لك المتحدث باسم أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز دانيال شعيب، والله يرد لكم أهاليكم بخير. في أي تعليق سريع على اللي قالوه قبل ما نفوت؟ أنا أثق باللواء عباس إبراهيم ثقة مطلقة، لكن بكل صراحة وشفافية هذا الملف أصبح أكبر من لبنان، وهذا الملف لا يحل إلا بين تركيا وبين الجمهورية الإسلامية بإيران، وهذا الملف عم بيسوف فيه. ليش صار بين تركيا وإيران؟ لأن الواقع هيك، أردوغان معتقد أنه هو عم يجمع وراء، ومعتقد أنه هول الزوار ورق الضغط بيضغط فيها على إيران، بضغط فيها تسع زوار عادية. تخيل، أنا بالنسبة لي وإلك بالنسبة للناس الأمر صحيح، بس بدك تشوف هذا المجنون اللي قاعد بتركيا إذا بده يقتنع بهذا الحكي. يعني راحوا رفعوا لائحة ب 325 إمرأة للنظام السوري، واللواء عباس إبراهيم مشكور عامل مكوك بين لبنان وبين تركيا وسوريا، وجزء من الصف أنحل، طلعوا نساء معتقلات لدى النظام، 16 معتقلة بالمقابل كان أنه في بادرة حسن نية إطلاق اثنين. هذا الأمر ما صار، هذا بفرجي أولا قلة أخلاق هاي المعارضة، اثنين هذا بفرجي أنه هاي المعارضة مش مستقلة، وهاي المعارضة هي مرتبطة بشكل واضح وصريح بخارج الحدود. وأنا أعتقد أن مسألة الزوار لا تحل بتبويس اللحى. أنا مع اللي حكي خينا دانيال، إذا من عمل شيء ضاغط وجدي وحقيقي هاي المجنون أردوغان مش رحيفة، المشكلة لا مع عاصفة الشمال ولا مع زوبعة الشمال ولا مع مدري مين الشمال، المشكلة مع أردوغان. معركة الأكراد صراحة. الأكراد أنا متعاطف في هذا الشرق مع مسألتين، المسألة الكردية والمسألة الأرمنية، وهول الحضرتين وهول الشعبين تعرضوا لاضطهاد بيشبه بعض. يعني أنت إذا بتشوف في علم النفس الاجتماعي الشخصية الكردية والشخصية الألمانية الشخصية الأرمنية بتفهمها كثير منيح. وأنا من الناس اللي تعرضوا لبنان أيضا للأسف للاضطهاد وللتهجير، وتهجرنا بفعل هاي الحرب الأهلية من الشرقية لأنه كان ذنبنا أننا مسلمين في الشرقية إلى الغربية، ولم نعد حتى الآن لأن أراضينا وبيوتنا لا تزال للأسف تحت سلطة الدولة اللبنانية اللي مش مشرفة تعطينا إياها. بدي أسألك بس سؤال هيك اعتراضي بعيد عن هذا الموضوع، لو لم يكن الوضع اليوم على ما هو عليه الصراع التركي السوري، كان اليوم تعاطفكم مع القضية التركية والقضية الأرمنية القضية الكردية والقضية الأرمنية اللي هي الأسس فيها هي مواجهة التركي؟ جوابي لألك، أنا تعاطفي على المستوى العقائدي والفكري ورح أقول لك وين. هذه المنطقة شهدت مفهومين أساسيين، المفهوم الأول مفهوم الأمة الإسلامية اللي اجت قالت للناس باسم سيف الإسلام بدنا نحكم، مش سيف الإسلام القذافي، سيف الإسلام يعني السلطة الإسلامية. طب عم بيجي هذا الأرمني يقول طب خي أنا ماني مسلم، وعم بيقول يجي يقول هذا الكردي يا خي طب أنا ما لي مطرح بين الأمة الإسلامية. والسيف الثاني هو سيف العروبة، سواء عبر رفقاتنا بحزب البعث أو الحركات النصرية والآخرة. كمان هذا السيف اللي هو العربي عم بيجي الأرمني يقول أنا خي مني عربي، وعم بيجي الكردي يقول أنا مني عربي. إجا مفهوم الأمة السورية عند أنطون السعادة كان يجيب على المسألة الكردية والمسألة الأرمنية، كان يعتبر أنه نحن نسيج واحد وأمة واحدة. أنطون السعادة ما قدر حكى، عمل تجربة انتهت باستشهاده، انتهت بتكالب هذا النظام المعفن الطائفي عليه. أنا متعاطف معه بالمعنى العقائدي مش من معنى المياومي، يعني مش والله بالسياسي أنا بقيسة بالفاصل إنه اليوم السوري بده بالفكر. لا، بال2003 أخذوا فرصة الأكراد بالعراق باتفاق مع الأمريكان بشكل واضح، وعملوا تجربة أربيل كركوك وعملوا حكم ذاتي. بال2004 يا أستاذ مالك صار حادث مزبوط شخصي مباشر، بس كان الكردي بسوريا عم بيحلم يقول هات لأعمل تجربة مثل العراق وياخد حقي. طلع حرق المراكز الثقافية ودور العبادة، وطلع حرق المستشفيات والمغافر والمحارس والبنى التحتية،
والعرب بقوا يتفرجوا عليه. اكتشف من بعد ما خلصت 2004 انه هو اللي خسر، مثل ما هلا راح يكتشفوا اهلنا بادلب واهلنا بدرعا واهلنا بحلب بريف حلب اللي حرقوا انه هن اللي راح يخسروا. اكتشفوا انه هن اللي خسروا وقرروا بال 2011 يتعلموا من تجربه 2004، مثل ما اهلنا بحما اذا مذكر انه اليوم بالازمه وين حما من الصراع؟ مدينه حما، انا بزور مدينه حما ما فيها ضربه كف اليوم. ليه؟ اليوم ومبارح ومن 6 شهور ومن سنه حما ما تهبط فيها بيت بهالحرب. انا بتحدى ارجع لكل الارشيف المعارضه اول المعركه ولا شيء، اول المعركه مظاهرات. انا 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 كنت باحدى هالمظاهرات، شفتها، طلعت مظاهره بوجه النظام، كنت موجود بالمحافظه، كان معنا وفد روسي ووفد تركي. ولو بدايه المواجهات كانت ولا شيء، مواجهه عسكريه ما صار. انا بتحدى ما صار، صار ببعض قرى الريف الضيقه اللي هي على تماس بادلب. لا لا، هو اذا مدينه حما لم يطلق فيها طلقه رصاص واحده، وان شاء الله تضل هيك ما نحسدها يعني. ليه؟ لانه اهلنا بحما، انا بقول لك اني مش مع النظام، هني مش مع النظام، جزء كبير منهم معارض، بس بيقول لك خيي انا اكلت قتله بال 86 وبقيت 6 سنين الحرب. ما يفكروا الناس حرب الاخوان والبعث كانت حرب سريعه، انا ماني مجبور اهبط بيتي اليوم، بدي اعارض النظام. انا عم بقول لك كبريه حما والعيله الاساسيه بحما كانوا منعين الناس تنزل تتظاهر، بدك تتظاهر ابر تظاهر، بس تقوس ممنوع. هذا قرار واضح كان ليحافظوا على حاله دفاعا عن النظام ام لانه ملوعين قبل لا دفاعا عن حاله، لانه بس هبطت حما بقيت مش دم، بقيت 14 سنه لتعمرت كمان. اثنين يا استاذنا يا حبيبنا، التجربه الكرديه بسوريا بتشبه التجربه الارمنيه بلبنان. حقول لك كيف، بلبنان في حزب الطشناق 70%، في 10 احزاب فريري جاك وصغار بيطلعوا 30%. بسوريا حزب الاتحاد اللي هو تابع لحزب العمال الكردستاني راسه أوجلان تقريبا 70% وعامل ميليشيات مسلحة ولجان شعبية، وبقية الأحزاب إني 10 أحزاب صغار أسسوا شيء اسمه المجلس الوطني الكردستاني اللي مرتبط مباشرة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الموجود بأربيل عراس ومسعود برزاني. الحزب الاتحاد الديمقراطي كان من أول دقيقة عم ينسق مع النظام، وفي ضابط سوري مش رح نسميه على الهوى خدم في لبنان، هو مسؤول ملف الكردي، وهو من الضباط اللي عندهم أخلاق على عكس بعض الضباط السوريين اللي اجوا على لبنان وكانوا بلا اخلاق وسرقين وحراميه وصنعوا لنا هاي النماذج اللي عم نشوفها ب 14 اذار. نعمل ديل واضح انه خيي انتم مش مطلوب منكم الا ان تكونوا على الحياد وان تحفظوا مدنكم وقراكم من الحرق ومن ومن ومن. راح اردوغان والامريكي والسعودي برعايه السعودي عمل شيء اسمه الهيئه الكرديه العليا. شو هي الهيئه الكرديه العليا؟ هي اللي فيها حزب الاتحاد زائد العشر احزاب. وجمعهم مع بعض ومسعود برزاني اللي جمعته 30% بسوريا سيطروا عليها بعلاقاتهم الخارجية، وراحوا عملوا اتفاق مع أردوغان. كان الاتفاق بنص انه نحن بنفرج عن أوجلان، نحن بنعطي حقوق للأكراد داخل تركيا، وهذا اللي صار. هذا ما صار، لا أفرج عن أوجلان بس بالمقابل عملوا بداية اتفاق. أنا أقول لك صار اتفاق ومضى بداية اتفاق. أنا واضح معك، ماشي معك بالتسلسل. صار الاتفاق والمضى، نحن التقينا بعدد من الأكراد الأصدقاء وقلنا لهم ما تضيعوا وقتكم، هيدا أردوغان واحد كذاب، اكثر شيء راح يعملوا راح يفوتوا التلفزيون لأوجلان وجريده ويستفزوا فيهم. وهيك اللي صار، اكتشفوا سريعا حزب الاتحاد الكردستاني اللي هو الحزب الاساسي ان ما يحصل هو ما التالي: اولا انه هيدي الشراكه اللي عملوها هي شراكه خسرانه، يعني مثل الطشناق والهشناق اذا اتفقوا بلبنان، يعني شو 71% 21 ما بتزبط. اثنين، اكتشفوا انه جبهه النصره المفهوم اللي حكيته عن حضر مع حضرتك عن مفهوم الامه الاسلاميه بلش يصير في واحد كردي مربي دقن حالق شوارب عم بينسى القضية الكردية وعم بقول نحن كلنا مسلمين ونحن بدنا نعيش إمارة إسلامية. صحيح. طيب بجمهورية حزب البعث العربي الاشتراكي ما كان له مطرح تحت عنوان العروبة، وبالجمهورية والإمارة الإسلامية ما له مطرح تحت الإسلام، قال الكردي لا. ثلاثة، صار في ظاهرة جديدة وحديثة هي الناشطين الأكراد، وهون بزقاق البلاط في مركز للأكراد. صحيح. روح شوفوا، صار يطلع واحد على قناة العربية أو فرانس فانكات بيطلع بيقول الناشط الكردي رئيس مجلس كردي ما بيقبل، مثل هلا 3-4 أرمن يعملوا لهم شي حزب بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال، المجتمع الأرمني بيرفضه. بس بهالحالة يعني هلا لكن أنا عم بتدرج لك ما هي لأمشي كيف تورط إذا بدك بالمشهد. هلا وصلنا لهي المرحلة اللي حضرتك عم تحكي، وصلنا لمرحلة أن حصل اتفاق مباشر واضح بين النظام وبين الأكراد برعاية أحد الضباط الخلوقين الأكفاء وبرعاية النائب الصديق عمر أوسي. تم هذا الاتفاق أن الكرد يقاتلون إلى جانب النظام ويسلحون من النظام، في المقابل يحصلون على حقوق هي واجبهم. شو بيمنع إذا صار في بلدية للأكراد؟ لحظة، رح يحصلوا حقوق أم نحن أمام كردستان جديدة؟ لا، لن يكون هناك كردستان لسببين. السبب الأول
انه طبيعه الجغرافيا بسوريا مطرح ما منتشرين اخواننا الاكراد يعني بالحسكي وبالقامشلي وبشقفي من ريف حلب، هي ارض منبسطه يعني ما تاخذني من الكلمه، اذا خلصت الحرب وربح النظام وان شاء الله راح يربح وعملوا دويل الشباب خارج اراده الدوله يعني بتاخذ ساعات القصه تخطط عسكريا. إيه بعكس بالعراق اللي فيه جبال وعره بعكس تركيا. لا العراق هي كاشفه على انا بدي اسالك بلديه طرابلس، خيش بدي بطرابلس مشان ما نروح على مطرح بيحرجك، سمي لي اي بلديه بلبنان، بلديه البيري بعكار، بلديه مزرعه الشوف، مش كلها هنيك دروز وهنيك كلهم سنه؟ يعني اذا عملوا بلديات وكانوا كلهم كراد لهم حق، حقهم الكراد، حقهم حقهم حقهم، هن والارمن ما بيسوى ندوبهم بهويتنا غصب عنا. يعني احزاب 8 اذار اجى اردوغان كنا متفقين نحن وياه، راحوا نزلوا القوى الامنيه كسرتهم للارمن، هلا صاروا بدهم يتظاهروا ليه؟ وقت بتطل على القصه بالثبات وبالعقيده بتطل صح. لهيك قلت لك انا موقفي من الكرد والارمن وموقف عقائدي انه هولي خي ناس مثلي مثلهم انا وياهم واحد. اكيد اليوم الديل ديل واضح هو على الانضمام او الانضواء تحت صفوف النظام السوري. برجع بذكر ام نحن امام كردستان سبق وصار بالعراق تجربة ممكنة. راح تشوف ليش هلأ شوف شو عملوا الأكراد بالعراق. الأكراد بالعراق اليوم في أزمة بالجيش، في نقص بالجيش العراقي. إجوا الكردستان شو قالوا؟ رح نبعث لكم ميليشيا بشمرقة تقاتل الأجانب النظام سندوه. أنا مع سويسرا، أنا بحكي بصراحة أنا ضد التقسيم كونفدرالية، أنا مع الكونفدرالية، أنا ضد التقسيم، أنا مع اللامركزية الإدارية. انا عم بحكيك بصراحه، انا مع علم كردي وعلم سوري مع بعض، شو بيمنع؟ يعني اي احلى كون على باب الهوى قاعد اتحاد الشام والعراق وقاعد جبهه النصره ورافعين علمين وريتين سود، او اي احلى يكون مرفوع علم سوريا الجمهوريه العربيه السوريه وعلم الكرد؟ بيقبل النظام السوري يقبل في واقع محكوم، مش محكوم خي، بلديه حقهم يا اخي، بلديه طرقوس، بلديه بدك ترفع علم، بلديه بدك ترفع علم كردي، ما معروف هذا الحلم بدوله كرديه، هيدا حلم، اذا هيدا العلم هيدا مشروع، اذا هيدا العلم لا يقتصر على بلديه ولا مركزيه اداريه. سايكس بيكو اجى قسم هالمنطقه، اليهود حجرين اثنين بني ادمين بدك اياه، راح جمعهم كل العالم وعمل لهم دوله. طيب في 50 مليون كردي بين ايران وبين العراق وبين تركيا وبين سوريا، طب ليش ما بده ياخذوا حقوقهم؟ ليه؟ انا بدي افهم ليه، ليه هالكردي ما بده ياخذ حقه؟ ليه هالارمني بدوش ياخذ حقه؟ كم موظف اليوم بالدوله كردي لبناني؟ كم موظف بالدوله اليوم مدير عام ارمني لبناني؟ هي ليه بدهم يضلوا مغبونين بكل الشرق؟ فوتنا على الداخل اللبناني بعد الفاصل الاعلاني، الى الداخل، الى الوضع الامني المتوتر من ناعمه الى دريا الى طرابلس الى اكثر من نقطه. انا وياك شراكي بالتوتر اليوم بين الناعمه وطرابلس مقسمينا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي استسالم زهران. استسالم، في الداخل اللبناني هي مش انفجارات أمنية وإنما توترات أمنية متنقلة، لأنه الحمد لله رمضان أرخى بظلاله بردا وسلاما على الداخل، كثير بردا وسلاما نوعا ما، كثير لفحة باردة هيك. وزير الداخلية من شوي قال وضع الأمني ممسوك تماما. مشكلته لأحكيك بصراحة، أنا وزير الداخلية من اللي كانوا يشنوا هجومات واسعة عليه، حد ما التقيت فيه وبناء على طلبه اكتشفت وقلت له اياها بوجه وراح اقولها على الهواء، انه مشكله الوزير العميد مروان شربل انه ارتضى ان يكون الدشمه التي تتلقى السهام نيابه عن رئيس الحكومه وكل الحكومه اللبنانيه. مش مجبور كان يحكي هالحكي بالاخويه، هو قرر يكون دشمه خي، يتحمل كل الاخطاء اللي حملناه اياها. مزبوط معه حق، بيتحملها نجيب مئاتي، بس نجيب مئاتي قاعد وزايح وترك هذا الوزير بالواجهة بكل صراحة، وهو قرر انه يقبل في وزراء غيره قاعدين ما بيجوش على الوزراء. شو بيتحملوا مسؤولية هذه الحكومة؟ بيتحمل الانفلات بالباب، بتحمله هالحكومة، هالحكومة اللي فيها شريك، انا بقول لك حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل والحزب السوري الاول الاجتماعي، هن بيتحملوا المسؤولية، هن بيتحملوا المسؤولية. أمن متفلت، المفاوضات مع أحمد الأسير بيوم من الأيام، تبويس اللحى مع كل المسلحين، اللي قال له بوس لحى وروح فاوض هو نجيب مئاتي وهي الحكومة. وليه ما طلع على وزير الداخلية؟ أنا بقول عنه على الهواء. هو قال لك إياها؟ أنا عم بقول لك، هو قال لك إياها؟ أنا عم بقول لك إياها. هو قال لك إياها؟ حق عليه، هو ارتضى يكون دشمة، أنا مطرحه ما بقبله، أنا قلت له بوجهه أنا مطرحك مش مجبور خيي. هو ارتضى إنه يكون دشمة تتحمل عن الحكومة كلها، أنا مطرحه ما بقبل إلا آخذ معي وزير الدفاع، وزير دفاع ومدراء عامين الاجهزه الامنيه ورئيس الحكومه او نائب رئيس الحكومه، واطلع بقول لهم مثلي مثلكم خي، مش لحالي بدها الناس تسب علي. انا عم بحكيك بصراحه، مين مسؤول عن الامن الداخلي في لبنان؟ الله
بحكيك جد الله من الله بسوريا في شعار سوريا الله حميها، هلا بلشنا نفهمه بعدين بلبنان هيئته لبنان كمان الله حميه بالفطرة يعني القصة. مش بس بالفطرة هيك بتحس الأمور ماشي. خي شو عم بيعملوا الضباط الأمنيين بكل صراحة؟ بكون عم بفكر وين بده يتشكل، وإذا إجت زودي على المعاش، ومين جاب له علبة سيجار هدية، ومين أعطاه ساعة. مش عم يشتغلوا أمن معظم إلا من رحم ربي الأجهزة الأمنية وضباطها بلبنان، يا عم يشتغلوا زبونات عند السياسيين وعند الطوائف، يعني بتروح عند على العيد حط ايده قائد الجيش امبارح، حط الاصبع على الجرح امبارح، قال له ممنوع تحكوا مع سياسي. معه حق، ونحن مع الايماجن قهوجي، بس بدك ينقبروا الطبقه السياسيه يقبلوا، وبدك بعض الضباط كمان يقبلوا. المدرسه الحربيه مين بيعينها اليوم؟ الطبقه السياسيه. الطبقه السياسيه بيبعث لائحه وليد جنبلاط بكل تلاميذ الضباط الدروز، وبيبعث لائحه سعد الحريري بكل تلاميذ السنه، يقولوا لي لا، وبيبعث لائحه نبيه بري وحزب الله بتلاميذ الشيعة. كيف بدك تحيدهم؟ ايه انا مع العماجون قهوجي، لازم تحييد الجيش عن هاي الطبقه السياسيه المعفنه، والا رح نخسر الجيش من بعد ما خسرنا هاي الطبقه السياسيه والحكم السياسي بالبلد، بس بدك تزبط معه، انا بشك بتزبط معه. بالمعارك المتنقله شفنا امبارح بالناعمه صار اضطراب امني ما نفهم تفاصيله. مين هودي المسلحين يلي تواجهوا مع الجبهه الشعبيه القياده العامه اللي موجوده بتلال الناعمه؟ ليش رميت قنبله، اطلاق نار، تدخل الجيش، انتهى الاشكال وما حدا فهم شو صار؟ اول انا بدي اشكرك على عباره رميت قنبله وشفتها على الجديد، لانه هي عباره دقيقه. بعض الوسائل الاعلام انفجار قوي داخل النفق، يعني قالوا مش بس انفجار، قالوا ترددت اصوات انفجارات، بس هي فعليا لانه احنا تبعنا على الارض الموضوع هي قنبله. استاذ مالك، نحن من الناس لاسباب طائفيه ومذهبيه هجرنا بال75 من بيروت، لان كنا موجودين بالمنطقه الشرقيه للنعمه، وتحولت النعمه الى مكان كبرنا فيه وربينا فيه وعملنا عائله فيه، ولهيك هو بيعني لنا كثير. في صوره عم تتشوه للاقليم الخروب، اقليم الخروب اعلى نسبه متعلمين، وبس نحكي عن حاره النعمه عم نحكي عن ساحل الشوف وساحل الاقليم. اعلى نسبه متعلمين في لبنان هي باقليم الخروب، اعلى نسبه ناس مدنيين هي باقليم الخروب، ولكن عم بيحصل يا اخ مالك انه في اكثر باقليم الخروب من خلده عفوا من النعمه، وانت وطالع لفوق في اكثر من 70 الف سوري اليوم موجودين نازحين. واحد، هذا عامل من عوامل التفجير. طيب، وعم بيجي بدك تسمح لي بس قبل ما نكمل، لانه تحددت المنطقه اللي صار فيها انفجار او استهداف الاليه الاسرائيليه بلغم ارضي، منطقه اللبونه الحدوديه بحسب ما هو وارد. على الخبر العاجل على قناه الجديد، هذه المنطقه داخل الاراضي اللبنانيه في عمق 500 متر، حاولت اليه تفوت طلع فيها اللغم، اربع جرحى. كنا معزومين عفطار، دعانا ما لحقنا، كنا معزومين بس. كنا معزومين عفطار باحدى القرى بجنوب، فبيجي هيك شخص قاعد متواضع مثل كل مقاتلين حزب الله، بخبروني انه هذا الشاب كان زارع عبوه 7 اشهر، مرق 4 مرات دوريه للجيش لاحد عليها ما تفجر، بسها ما تفجر، والمره الخامسه مرق الدوريه الاسرائيليه وفجرت، فجرت بعد 7 اشهر. هذا اللغم زرعه رجل من رجال الله في الميدان، رجع زرعه شاب من شباب المقاومه يمكن من سنين ويمكن قبل 2000، اشتري اليوم هاي الدورية لتجتاز هاي الشريط ولا تفجر فيها. هذه حكمة وهذه عبرة لازم نحن نعتبر منها، أن المقاومة لا تزال حاجة. لو لم يكن هناك مقاوم زرع هذه العبوة لما أصيب هؤلاء الأربعة المرتزقة الصهاينة، ولما خاف في كل مرة يتجاوز فيها الشريط هذا الإسرائيلي. بموضوع الأقليم، عوامل تفجير الأقليم حاضرة. أنا لموقع التيار .org هلأ إذا بتفوت على الإنترنت، من 10 شهور قلت أن الانفجار القادم سوف يكون في صيدا وفي إقليم الخروب. ليه بإقليم الخروب؟ واحد، عدد النازحين السوريين كبير. اثنين، عنا واحد اسمه جوزو عامل مفتي جبل لبنان وعامل مدير أوقاف بعين أئمة مساجد، شخص محبوس 10 سنين برومي تطرف وقتل ومتهم بقتل رفيق الحريري، بيطلع من الحبس بعد 3 أيام بعينوه إمام مسجد. كيف الحكي هذا؟ كل واحد بيفتح دكانة بسميها مصلى وبيعلق يافطة برا، وبتصير الناس يعطيها دروس دين، بتراجعه وبيطلع بنشرجي دوليب عمله دورة بباكستان وجاي. ايه، تاني عامل من عوامل التفجير هي هذه المساجد والمصليات اللي أن الله بريء منها، هذا هذه المساجد والمصلى لعبادة الله عز وجل، مش للدروس اللي كلها فتنة وتحريض. ثلاثة، من عوامل تفجير الإقليم أنه ما في رئيس مغفر بتعين فوق أو شرطي بلدية إلا بده يكون راضي عنه اثنين،
سعد الحريري ووليد جملاط، واثنيناتهم اليوم مخدين موقف الى جانب المعارضه السوريه بكل صراحه، لهيك بيشعر هذا السوري هناك انه مرتاح على وضعه. روح شوف اعلام المعارضه السوريه بالاقليم، ما بيجوز. الاقليم كان خزان ثقافي للبنان، ويجب ان يعود الاقليم خزان ثقافي للبنان. اليوم ضرب التعايش. اليوم عم بتقول حضرتك انه من 8 اشهر قلت انه الشراره ستنطلق، نعم، من صيدا ومن الاقليم. اليوم اللي صار امبارح بالاقليم هو بدايه شراره ام هو معركه موضعيه؟ النعمه اللي بيعرف النعمه فيها معامل، في معمل من المعامل لواحد في 700 عامل سوري، خلي يكون بهال 700 خي في 100 متعاطفين مع المعارضه السوريه، بالرغم انا اذا بدك رايي في 600 متعاطفين لانه البيئه خصمة. حاضنه هالمعمل وهالمعامل عبواب تلال، مرق حدا كب قنبله، وهالاشتباك مش اول مره بيصير. رد حرس القياده العامه باطلاق النار، تم عليه اطلاق النيران ووقف، طلع الجيش اللبناني فرض سيطرته. كل فتره والثانيه في تحركات، وانا راح اكشف على الجديد معلومه. تفضل. من حوالي الشهر صار محاولة لاقتحام نفق القيادة العامة في النعمة عبر مجموعات أصولية 90% منها من السوريين، ولكن صدت من قبل الحرس دون شوشرة، وأيضا كان هناك ألغام فلم يتمكنوا من تجاوزها. هذا لما طلعت ثلاث أصوات تفجيرات ورا بعضها من شهر ونص تقريبا. صح. وفي اليوم مشروع جدي وحقيقي من قبل هالمعارضة باقتحام نفق القيادة العامة والسيطرة عليه، وهناك محاولة بأن يستطيعوا أن يستميلوا جزء من أخواتنا ورفقائنا في القيادة العامة بأن ينشقوا ويعلنوا انضمامهم من المعارضة السورية. ما لقوا حدا، صلبين لفوق موجودين صلبين لحد اليوم، منشأ ولا عنصر من القيادة العامة، جربوا يشقوهم يتواصلوا معهم، للأسف بعض اللبنانيين كانوا مورطين بهذا الاتصال والتواصل، صدوا جربوا يهجموا صدوا. نحن ندعو الجيش اللبناني، كان عامل تعزيزات أمنية، كان عامل حواجز، وكان مسكر كل مداخل النفق بحواجز. ما في داعي تنفك الحواجز، تعرف ليش عم تنفك الحواجز الأمنية؟ لحتى يسهلوا حركة السوريين المعارضين. شرفوا هلا، أنا مسؤول عن كلام، أنا الجيش اللبناني بيعرف، قائد الجيش ومديرية المخابرات وكل الناس، أنني من أشرس المدافعين عن الجيش اللبناني. شرف الجيش اللبناني يعيد الحواجز مثل ما كانت، وينبش كل الناس ويحاسب كل الناس المحسوبين علينا والمحسوبين ضدنا، ويشوف قديش في سلاح عم يتنقل بلا تراخيص، وقديش في ناس عم بتزق بلا تراخيص. احمد الاسير عمل وجماعته نزوح، هذا النزوح من صيدا الى الاقليم، والانفجار القادم في الاقليم. وين صاروا؟ من الساحل انت واصل لبرجه ولطلوع. بس كمان يعني بيطلع شيخ يا اخي، يخرج بيطلع شيخ على المنبر بيشتم الجيش وبيسب الجيش وبحرض على الجيش، ما حدا بيقول له وينك يا استاذ سالم. يخرج من يقول انه طيب يا اخي ما بتكون يانا ننقل السلاح، طب ما هيدا المخزن اللي بقلب الجبل بقلب تلال للقياده العامه، انا بقول لك عوا كل هالسلاح اللي بقلبه جوا، وما بتكون غيركم يتسلح. أوكي. يشرفوا الجيش يحط ايده على النفق، نحن مع الجيش، بدك احلى من هيك؟ يشرف يعمل حاجز مثل ما كان عامل، لا يفوت سلاح ولا يظهر سلاح، لا نحن مع امن الناس. وانا عم اقول لك وقت بكون الجيش خصم مع بيي انا مع الجيش. طيب. في اكثر من هيك؟ بعد ما بقى معي وقت، انتهى وقتنا، في عندي قصه حكينا عن النعمه ايضا في اقليم الخروب دريا. نعم. صار شيء بداية اكتشف مصنع للسلاح، هذا كله ضمن هذه الباكج، ضمن هاي العوامل. هلا شرف خيك جاد غصون يطلع يعمل تحقيق وتقرير فوق ويشوف، هي هي عوامل تفتيت الاقليم، موزعهم للشباب. ايه موزعهم، رامي الضاحي جاد بدريا، جاد بيقطع عنا الان غيره ما بيقطع. خي النعمه، حاره النعمه كانت نص موارنه ونص سنه، وهنا كتا وهي عظمتها، وسيدنا المطران من النعمه بولس مطر. اليوم طلع النعمه حاره النعمه، صرت اذا شفت لك شي ثلاثه من المنطقه ماشيين مع بعض تنبسط، ما بقى فيه لبنانيه، كله الجو سوري. عم بحكيك بصراحه، نحن ما اهلنا نازحين، بس النازح بيجي بده الستره. طيب. مش بيجي النازح بده يشتغل امن، ليش بدارية بدهم يكونوا سوريين ومصاروه؟ هذا المشهد بيشبه المشهد السوري، كمان بدنا نجيب عرب واجانب، بعدين في ظاهره جديده كل واحد رخي دقن وحط ابوقه على راسه بيقطع على الحاجز، ما حدا متعاطى معه انه شيخ. هذا المصري هيك كان عامل، ما بيسوى ما بيسوى، بده يرجع الجيش اللبناني. انا ما بوثق يفرض سيطرة لا بقوى الامن الداخلي ولا باي جهاز امني اخر، الامن العام الله يعينه كلهم 4600 عنصر قد شعبه المعلومات. انا بوثق بالجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني يكون قاسي على السنه اللي مع المقاومه وعلى السنه اللي ضد المقاومه، على المسيحيه اللي مع سمير جعجع وعلى المسيحيه اللي مع ميشيل عون. طيب. ويحاسب كل الناس سواسي كاسنان المشط، وما بقى يجوز. ما شفناه لما طلع ليحاسب احمد الاسير، طلع عشوائي 14 شباط اللي عملوا فوق.
زمن التاريخ رح يجلدهم مش نحن رح يجلدهم بس قائد الجيش طلع تكريمهم قائد الجيش بتسأله له اثنين قائد الجيش انا عم بقول له على الهوى ما في يعمل امن بالاقليم وكل الضباط بعينهم ولي جملاط طب ما فيك تعمل امن ولي جملاط هو اللي بعين ضباط الاقليم وسعد الحريري ما فيني انا اعمل دوريه واللي ماشي بالدوريه عنده ولاء سياسي معه حق العماجن اهوجي نحن معه بعد عندي اقل من دقيقه لانه كمان حسين سعد بدي اخذ منه تفاصيل اللي صار بالناقوره موضوع الحكومه ما في حكومه عم ضيع وقت يقول الرئيس ميشيل سليمان هلا انه ما حدا بده يعزل حزب الله هذا بعد زياره ايران هلا اذا عمل له الرئيس ميشيل سليمان زياره على السعوديه او على قطر بتسمع منه نيو لوك ما بيسوى رئيس فخامه الرئيس ميشيل سليمان في خطاب القسم هي موجود اليوم كمان اليوم عم نهديك كثير رح نهديك كمان خطاب القسم انت هيك بعد الفطار لانه هلا انا وياك اثنيناتنا دايخين ارى وشرف شوف لي فخامه الرئيس ميشيل سليمان شو انجز من خطاب القسم اللي فشل بمهمته ما في نظر على اللبنانيين بمهمات ووظائفهم فخامه الرئيس لقد فشلت كرئيسا للجمهوريه حكيت عن اللامركزيه الاداريه ما صارت حكيت عن قانون الانتخاب ما صار حكيت عن الشفافيه ما صارت هلا الباع كرة زياب بارود يسال شو صار موضوع اللامركزيه الاداريه هلا بدك تستعين بزياب بارود باللامركزيه الاداريه هلا بتلحق بعد تعمل قوانين خلصت فخامه الرئيس ميشيل سليمان لم يكن ناجحا هذا راينا الشخصي وفقا لخطاب القسم في تجربته وللاسف اخطا في الاول من اب في عيد الجيش وانحاز الى فريق سياسي على حساب فريق سياسي وقت سمير جعجع بده يشكر فيك فخامه الرئيس تاكد انك بمشكل ختام هذه الحلقة مع حسين سعد مباشرة من صور محيط الناقورة لإطلاعنا على تفاصيل ما حدث منذ قليل مع دورية إسرائيلية حسين صباح الخير ألو صباح الخير هلك أن تضعنا في تفصيل ما حصل منذ قليل عند الحدود الجنوبية تحديدا في منطقة نعم الناقورة مالك في البداية المعلومات أشارت إلى أن صوت انفجارين وقعا قبالة منطقة اللبونة بين علماء الشعب والناقورة داخل فلسطين المحتلة هذا ما حصل بعيد الواحدة من فجر اليوم تبع العبوتين إطلاق رشقات نارية في المنطقة ولكن عند الصباح تبين وبحسب مصدر أمني موثوق لنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أي دورية تسللت إلى عمق 500 متر داخل الأراضي اللبنانية في هذه المنطقة منطقة اللبونة في هذا الأثناء بدأت قوات اليونيفيل والجيش التحقق من هذه المعلومات والتوجه إلى المنطقة التي شهدت الخرق الإسرائيلي الأجواء حاليا عادية وطبيعية جدا ولا يوجد أي توترات لكن ما كان سبق أن ذكرته الإذاعة الإسرائيلية أو القناة العاشرة بأن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا في هذه ويعتقد بأن الدورية قد تعرضت إما للغم أرضي موجود في المنطقة أو لعبوة ما كانت مزروعة داخل الأراضي اللبنانية شكرا لك حسين سعد مشاهدينا قبل ما أختم هذه الحلقة السفيرة الأمريكية كورا مورا كونيلي تتحدث في السرايا الحكومية بعد لقائها الرئيس نجيب ميقاتي to abide by the disassociation policy and to respect their commitments to the Babda Declaration. We strongly encourage Lebanese leaders to expeditiously form a new government and to finalize their work on a new electoral law that would renew the parliament and allow Lebanon's democratic processes to get back on track. We also call on all parties to respect the institutions of the state. Hezbollah's unilateral involvement in the Syrian conflict risks dragging Lebanon into that conflict and further undermines the Lebanese state. As I noted earlier today in my meeting with Foreign Minister Mansour, the United States commends the European Union's recent decision to designate Hezbollah, which sends a strong message that Hezbollah cannot operate with impunity and that there are consequences for its actions. Such as the Burgas bombing and the terrorist plot in Cyprus. Thank you very much. إذن
إذن مشاهدينا، كان هذا تصريح المقتضب للسفيرة الأمريكية مورا كونيلي التي تجول على المسؤولين اللبنانيين مودعة، هي تتحدث عن لقاءات اليوم التي بدأت مع وزير الخارجية عدنان منصور، ومنذ قليل غادرت أو الآن غادرت السرايا الحكومية بعد لقائها الرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب اللي لحقناه من هذا الخطاب تتحدث عن ضرورة احترام اتفاق بعبدة واحترام الأصول الديمقراطية في العمل السياسي اللبناني. أيضا غمزت من قناة حزب الله ودخوله في المعركة السورية، وقال إن حزب الله بدخوله في معركة سوريا أدخل لبنان في عمق هذه المعركة. على كل حال خطاب كامل أو تفاصيل هذا اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأخبار أخرى في النشرة، نشرة الظهيرة، وأيضا أخبار أكثر حول التفاصيل الداخلية اللبنانية وأخبار محلية ودولية على الموقع الإلكتروني لقناة الجديد. أستاذ سالم، نحن بلد ما بيحترم حاله لأنه بترك سفيرة أجنبية تتصرف وتحكي كأنها شي رئيسة بلدية أو شي محافظ. عم بتودع الله لا يرده. بس هيدا الحكي مش مقبول لو نحن بلد بيحترم حاله. نحن ما بنحترم حالنا، لو بنحترم حالنا لم نقبل هي تحكي الحكي، ولم نقبل نفتح لها ميكروفون بقلب السرايا الحكومية. بيسترجي سفير لبنان بأمريكا يطلع ينظر على أوباما وعلى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ويقول لا الحزب الجمهوري معه حق والحزب الديمقراطي معهوش حق. نحن ناس غير محترمين. شكرا لك الصحافي سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي على هذا اللقاء وهذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء القريب في حلقات مقبلة إن شاء الله تكون السعودية مش مغلبطة، لأنه خبروني الهيئة اليوم كان العيد وعم يسومونا يوم الزيادة ببلاش. إن شاء الله شي مرة كمان السعودية تزبط معها، مش بالسياسة تكون فاشلة وكمان بالشرع تكون فاشلة، لأنه بيكون إنا بدمتهم نهار زيادة. لا يعني المعلومات تتحدث انه اليوم هو المكمل، المعلومات بتحكي هن عملوا هالبيان لا يوضحوا. المعلومات بتقول انه نحن صمنا مؤخرين نهار، وبالتالي مفترض يا اليوم العيد يا بكره العيد حتما، ويمكن كان يكون اليوم العيد حسب رؤيه الهلال. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فطر مبارك برقبتها دم الناس، وان شاء الله ما يكون برقبتها دم صيامنا كمان وعطشنا وجوعنا. شكرا لك استاذ سالم، وفطر مبارك لك ولكل اللبنانيين قبيل هذا العيد وعلى ابواب ساعات من هذا العيد. عهد الله على الجميع بالخير واليمن والبركه، والى اللقاء في حلقه مقبله.